وانا اعتقد برضو الكابتن هاني ما اعرفش طبعا اكيد اكيد هتوافقني في الراي ده هو طبعاً ان موسيماني مأثر في اداء وتطوير محمد مجدي. بص ما فيش شك طبعا قفشه بيمر بمرحله يعني مرحله جيده جدا جدا في حياته، واعتقد لسه قفشه كمان عنده الكتير أكيد. لكن طبعا على المستوى الفني وزي ما بنتكلم دايما ان المدير الفني بيكون ليه بصمه، ويمكن حضراتكم تفتكروا كمان من مباراه الوداد قد ايه بعد الهدف الاحرز وقفشه في الهدف الاول في الوداد في النسخه الماضيه جري على موسيماني في علاقه احترام وعلاقه يعني علاقة طيبة جدا مش ما بين موسيماني وقفشة بس بكل اللعيبة، لكن على سبيل المثال تطور أداء اللاعبين ده من خلال هو نفسه كلاعب بيطور نفسه بيطور أداءه من خلال التمرين من خلال الالتزام. كمان على المستوى الفني أكيد المدير الفني ليه دور كبير جدا، نشوف ده بتحركات قفشة نشوف دوت فيه كمان قفشة يمكن بقى من السكورر بقى من هدافين النادي الأهلي، والنهاردة بيحقق 5 أهداف في البطولة الأفريقية بيعادل نجوم كبيرة جدا جدا، لكن طبعا موسيماني أكيد له دور كبير جدا جدا. طبعا حضراتكم عارفين أن في راحة سلبية دلوقتي، يعني في راحة سلبية لفرقتنا بعد طبعا ما رجعت من المباراة الكبيرة أمام فيتا كلاب. إن شاء الله بإذن الله لعبتنا هتعود للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي، إن شاء الله بقى بتستعد كمان لملاقات المريخ السوداني يوم 3 إبريل، يعني كان في تغيير شوية في كان المفروض يوم 2 لكن يمكن الكاف قال المباراة هتكون يوم 3. النادي الأهلي حصل على راحة سلبية وده من حقهم تماما وده شيء إيجابي جدا جدا، قرر بيتسو موتسيماني المدير الفني يعني إعطاء هذه الراحة لمدة 5 أيام، إن شاء الله بإذن الله يعود النادي الأهلي للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي. حضراتكم عارفين إن في توقف على مستوى الدوري طبعا بسبب الأجندة الدولية وارتباطات منتخبنا الأول مع مباراة طبعا كينيا وجزر القمر، وكمان على مستوى المنتخب الأولمبي واستعداداته لأولمبياد طوكيو إن شاء الله في يوليو اللي جاي، وبالتالي إن شاء الله كان في راحة سلبية إن شاء الله تكون يعني اللعيبة تستفيد من هذه الراحة بشكل إيجابي وترجع تاني استعادت بقى النشاط وإن شاء الله تجديد الطموحات، ويعني كمان يبقوا جعانين كورة بلغة الكورة كده بيستعدوا كمان لمباراة في اعتقادي كمان مباراة مهمة جدا أمام المريخ إن شاء الله يوم 3 إبريل.